مع بعض. المدافعين كويسين جدا على فكره، قوي قوي وعلي بيفكرك بنفسك. بص يعني الحمد لله ممكن اكون بهزر. ايه ممكن تكون ايه؟ قول. انا امهر منه طبعا، هو بيلعب في مركز واحد، ما بيلعبش في اكتر من كذا مركز. يعني انت امهر من فان دايك واحسن منه يعني؟ اه طبعا. حسبي الله. ليه 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 اللي بعده مين؟ والله بتكلم بجد والله فظيع. بس انا بحييك طبعا، يعني انت بس من الناس اللي بحب اطلع معاك في لقاءات بجد حقيقه، دي من زمان يعني حتى في على المستوى حتى في الاعلام قبل الموضوع الصحافه، في الصحافه في العموم كنت بحب من النوعيه اللي بحب اعمل معاها لقاءات، لانك انت بنعرف نتعامل مع بعض وفي كيمياء كده حلوه من زمان وحافظين بعض يعني. هو بص يعني التصريح اتاخد بشكل كبير جدا ووصل لان دخل في موضوع ايفرتون وليفربول، انت عارف الموضوع فيه مشاكل ما بين الناديين، والحمد لله خد بالك انا كنت يمكن بتكلم في النقطه دي، انا الحمد لله يعني ايفرتون الحمد لله انا علاقتي بيهم كويسه جدا، حتى لدرجه ان هم لحد دلوقتي لسه بيتكلموا عن الانضمام، يعني حتى ما بينزلوا مثلا في الارشيف واللعيبه اللي انضمت من افريقيا، انا واحد من الناس اللي بيتكلموا عنه وبيتكلموا عني كويس يعني، يعني اتكلموا عني ان انا من الحمد لله من ضمن افضل لعيبه في مصر في الوقت دوت، ان انا رحت الدوري الانجليزي بس ما حصلتش على فرصه، ممكن اكون قعدت اربع ماتشات احتياطي، فده برده يعني خد بالك الموضوع مختلف شويه يعني، هم حتى لو ما لعبتش ممكن اكون قعدت اربع مباريات احتياطي بس متذكرين الشخص زي ميدو يعني، فاهم قصدي؟ الناس دي حتى لو اللي هو كنت مؤثر رغم ان انت ما لعبتش، مؤثر مع الجماهير الحمد بشخصيتك. اه لا ده حقيقه، فخد بالك انا الحمد لله في الوقت اللي انا روحت، فما بالك لو لعبت. بص هو الحمد لله على كل شيء. حسيت بتنهيده صعبه طبعا يعني، ما كانت الظروف مش زي الوقت الحالي يعني، خد بالك يعني انا لو من ضمن الحظوظ مش انا لوحدي على فكره يعني، ميدو، زيدان، اسماء كثيره جدا مش عايز انساها، الاسماء دي لو موجوده في الوقت اللي فيه سوشيال ميديا وفيه المتابعه بالشكل ديت والناحيه الجماهيريه، بتكلم بجد كان الموضوع هيبقى مختلف تماما، كان هيبقى فيه يعني زي محمد صلاح مثلا، قبل محمد صلاح مثلا ثلاثة، ممكن يكون محمد صلاح ما شاء الله تخطانا كلنا، دي حقيقة ولازم نقتنع كده ونبصم بالعشرة ان محمد صلاح تخطى كل لعيب مصر بص بكامل اجيالها، هو لا يقارن بحد خالص، ولا يتقارن بيا ولا بص يعني، هو في حتة ربنا يكرمه لان هو فعلا يستاهل، اجتهد وتعب وركز واتعلم من اخطائكم، وارد اكيد اكيد، وكان عنده طموح في حاجات كتير. قول لي ثلاث اخطاء وقع فيها ابراهيم سعيد ما خليتوش يكمل في الاحتراف الخارجي. رقم واحد تدخلي في موضوع ما بين اهلي وزمالك، دي رقم واحد يعني، عارف اللي هو يعني انت برضو خد بالك اتحسبت في وقت يعني، انا كنت ممكن وانا في الزمالك كنت ممكن العب على فكره في اوروبا على فكره، لان كان لسه سن صغير، انا رايح الزمالك وانا عندي 24 سنه فكان عندي الفرصه ان انا ممكن اتنقل نقله كويسه، بس هي عارف حته اللي هي دخلت ما بين اهلي وزمالك، وكان برضو الناحيه الصراع دوت كان اثر عليا شويه يعني، الصراع ما بين اهلي وزمالك انتقالي للزمالك اثر معايا بعض الشيء يعني، او اثر عليا جامد جدا. هي الظروف الحمد لله بالامكانيات بتاعتي، عشان الناس ما تفهمش غلط اللي هي فكره ان مش عشان روحت الزمالك لكن علشان الصراع ما بين الاهلي والزمالك، ما بين الاهلي والزمالك، مش لان ممكن الناس تقول لك ايه لا ده ابراهيم سعيد ندمان انه راح الزمالك، لا خالص انا بتكلم ان دخلت في الجزء ده يعني، ماشي فاهم قصدي يعني ايه يعني، بقيت صلاح ضحيه صراع، برافو عليك صلاح ما شاء الله بعيد عن الصراع، بعيد عن اهلي والزمالك، كسبان جمهور الاهلي وكسبان جمهور الزمالك، ودي